إذن أستاذ بشير، في الوقت الراهن وفي الوقت الذي ينشغل به العالم بأسره بالحرب التي تقودها روسيا على أوكرانيا، لربما هناك الكثير من الدول تحاول أن تستغل هذا الظرف لتحقيق مكاسب معينة سياسية أو غير سياسية في بلادها. ماذا عن تونس بالذات؟ هل يحاول اليوم قيس سعيد استثمار ما يحدث في أوكرانيا للإجهاز على الدولة ومؤسساتها؟ وكذلك حسنت، وكذلك فعلا هي محاولته للتسريع الآن من أجل تنفيذ هذه الأجندة في غفلة من الكثيرين، ولكن لحسن حظ المعارضة التونسية ولحسن حظ الشعب التونسي أن قوى أوروبية برلمانية مثلا في هذين اليومين الفارطين فضحت هذا الأسلوب وهذا التخفي وراء الأحداث الدولية، والبرلمان الأوروبي استمع إلى لجنة أوروبية كانت قد زارت تونس في الأيام الفارطة ونعته الأوروبيون النواب البرلمانيون الأوروبيون بأنه شبيه فرانكو في إسبانيا، وبأنه رجل متوحد لا يستمع إلى أحد، وبأنه سيدير بؤرة من الفوضى ومن التقاتل والتناحر الداخلي. وهذه اللجنة البرلمانية الأوروبية حذرت الأوروبيين من أن تونس قادمة على أيام سوداء حقيقية، ولذلك لن يقدر حتى برغم غطائه برغم التخفي وراء هذه الأحداث، لأنه لم يدعو ولم يقدر على حل مشاكل التونسيين. فهناك غلاء فاحش حقيقي يضرب كل التونسيين والتونسيات، وهناك خوف ورعب من التونسيين والتونسيات داخل تونس اليوم، وغموض للأسابيع القادمة، وبالتالي أن الوضع الاجتماعي معد للانفجار في الأيام والأسابيع القادمة، وهو لا يقدم أي حل حقيقي للشعب التونسي من أجل تقديم حله السياسي. ولذلك في الحقيقة هو يضرب مشروعه بيديه، في نفس الوقت لا يقدم حلولا، وفي نفس الوقت المعارضة تتقدم وتتوحد. ونتصور أن الأسابيع القادمة ما قبل 25 جويلية، أي ما قبل اليوم الذي انقلب فيه السنة الفارطة، أي عيد ميلاده الأول أظن وتصور أن هناك أحداث كثيرة ستقع، خاصة بعد استيلاءه على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعويضها بأناس قدر هو على أن يسميهم لوحده، استعدادا طبعا منه لما يريد أن يقوم به من استفتاء وانتخاب هو الحكم وهو الحاكم.